أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، تقدرون تدزلونا رسائل على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف الفوضى وانتشار السلاح وتغول الميليشيات والنزاع فيما بينهم. اليوم توعدوا أنصار التيار الصدري وقيادي بميليشيا السرايا أن يثئرون لقتل الميليشيا اللي وقعوا على يد ميليشيا العصائب بالأيام المضت في نزاع بيناتهم. مشهد ينذر هذا اللي صار اليوم أن الأوضاع الأمنية بالبصرة راح تدهور ورا 3 أيام من اشتباكات دامية. انقتل على أثرها 2 من ميليشيا السرايا وشيع أنصار التيار الصدري أحد قتلاهم اللي تأثر بجراحة بوسط هتافات الطالب بالثأر، تزامنا مع توعد قيادي في الميليشيا بالثأر لهم. خلونا نشوف. السرايا راح يشوفونا ما يسمعونا ان شاء الله. كان عندنا رد. السرايا راح يشوفونا ما يسمعونا ان شاء الله. هذا اللي صار اليوم. البصرة شهدت بالأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة شبت بين الصدريين وعناصر ميليشيا العصائب، وهي وحدة من الميليشيات المسلحة المنضوية بالحشد الشعبي وبالإطار التنسيقي، وتدعم نوري المالكي الخصم اللدود لمقتدى الصدر. ونشبت هذه الاشتباكات بساعة متأخرة من ليل الأربعاء في وسط البصرة. بدأت الاشتباكات بين عناصر ميليشيا العصائب والتيار الصدري بداخل مجلس عزاء، أدى إلى مقتل شخص، وسرعان ما اتسع النزاع المسلح ووصل إلى دائرة الطب العدلي اللي نقلت إلها جثة القتيل. وراها تم قتل شخص ثاني، وأصيب 3 من عناصر الشرطة اللي حاولوا يفكون الاشتباك. هاي الاشتباكات مو الأولى من نوعها بالمحافظة، لأنه شهدت بالفترات السابقة اشتباكات مماثلة لعدة مرات بين ميليشيا العصائب وسرايا السلام اللي تتبع التيار الصدري بسبب الصراع على النفوذ بالمحافظة. وصلت خلال فترة ماضية إلى حرق مكاتب بعض هاي الأطراف واستخدام الأسلحة بالاستعراض والهجمات، واللي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين. عندنا صور لكاميرا مراقبة التقطت يوم الأربعاء تبين تبادل إطلاق النار ومقتل وإصابة عدد من أفراد الميليشيات المتناحرة في ظل غياب أمني. خلونا نشوف. كشي نفسه كشي نفسه بابا بابا
هذا اللي صار بالبصرة. ميليشيات بيناتهم قاعدين يتنحرون، ذولا يضربون بذولا وذولا يشيلون سلاح على ذولا وذولا يصوبون من ذولا وذولا يقتلون من ذولا. بمحافظة من المفترض أن يكون بها شرطة واتحادية ومكافحة شغب وجيش ومحافظ وقائد عمليات ومدير شرطة، ذولا كلهم موجودين. بس ذولا المناصب فعليا على الورق، أسعد العيداني محافظ، لما يصير مشروع بمالات تشوفوه، لما يصير مشروع بدعاية مثل خليجي 25 تشوفوه، وروجوا أسعد العيداني وأسعد العيداني ونجح المسابقة وسوى وسوى وسوى. لكن لما تصير مثل هيك حالات يتبخرون. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من جميل هربت له يقول والله طالما إيران إيدها بالعراق راح تظل خربانة، الله المستعان. تيسير أبو المعتصم، هذه الميليشيات ستعيد العراق إلى العصر الحجري، ليش ما رجع؟ آدم طاها يقول رؤوس الفتنة هم رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، هم من في القصور والشعب يموت، ما حد يفكر في القتلى ولا حالة البلد، لطفك يا الله. سيف صلاح، وضحت الصورة الآن، الوضع تصفية حسابات، نحن نعيش في غاب صراعات على المناصب والكراسي والضحية الشعب العراقي، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. لكم يوم أيها الخونة والسراق، كما تدين تدان. كان هذا تعليق الناس على هاي القضية، واللي هي أول ملف ويانا اليوم، اللي هو صراع الميليشيات وبالتحديد ميليشيا السرايا وميليشيا العصائب في محافظة البصرة. عبد الله من بغداد، حياك الله. يبدو أن الاتصال ويا الأخ عبد الله انقطع، إذا عندك شيء أرجع لنا يا عبد الله. تتصاعد التحذيرات، راح يقولوا لي على شنو راح تحجون؟ طبعا هاي ثالث أو رابع حلقة نحكي بها على هذا الموضوع. أكو غير انتخابات مجالس المحافظات؟ اليوم أكو تحذيرات تتصاعد من استغلال أحزاب وجهات سياسية ومتنفذين لي أماكن عامة ولي الطرق وللمساحات الخضراء في نشر الدعاية الانتخابية. المنظمات المعنية بمراقبة الحملات الانتخابية لمجالس الانتخابات المقبلة أشارت أنه أكو أحزاب سياسية تورطت بتشويه واجهة الأماكن العامة، وتورطت في تعطيل حياة العراقيين، وتورطت في تعطيل أعمال العراقيين اليومية بسبب تثبيتهم إلى ملصقات انتخابية بشكل عشوائي. يعكس لكم حقيقة هاي الأحزاب اللي تسعى فقط لتحقيق المنفعة الشخصية من دون الاكتراث لحياة العراقيين وللوطن ولمعاناة العراقيين. مراقبين قالوا ويشوفون أن التلوث البصري اللي سببته عشوائية وفوضى الدعاية الانتخابية، إضافة على إعلانات الأحزاب التقليدية اللي يشوفوها الناس والناخب بالتحديد، أنه هي ما قدمت شيء ملموس إلى الوطن، ما قدمت شيء سوى أنه زادت من حالة الغضب الشعبي باتجاه هذه الملصقات. اليوم مرشحين وأحزاب متنافسة عمدوا أن يضعون لافتاتهم بالشوارع والأسواق والمناطق السكنية بشكل ما يراعي المواطن ولا يراعي أعماله اليومية، وشكوا المواطنين من خروقات الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات بالعراق، واللي انطلقت تقريبا من أكثر من أسبوعين، ورا ما وصل الحال بالمرشحين أن يستغلون الحاجة للناس وحالة الفقر عندهم، حتى وصل الحال بوحدة من المرشحات بالموصل أن تجمع البطاقات الموحدة للشباب العاطل عن العمل، ورا ما ساومتهم على شراء أصواتهم، ورا ما قلت لهم إذا تردوني أعطيكم فلوس اعطوني البطاقة الموحدة مالتكم حتى تضمن الأخت أنه يصوتوا لها، وراها لكل حادث حديث. خلونا نشوف. مثل ما تشوفون الأخت المرشحة لازمة تليفونها، والشباب قاعدة تطقطق صور للبطاقة الموحدة. هل هو من شغلها؟ لا. هل هو من واجبها؟ لا. زين هي منو؟ على منو؟ يم منو؟
تتبع منه؟ ليش مرشحها؟ شنو برنامج؟ ما حد يعرف، بس طلعت الطقطق صور للبطائق الموحدة. طبعا تفتقر معظم الأحزاب اللي مشاركة بالانتخابات اللي راح تصير، تفتقر إلى أي مشروع سياسي استراتيجي، إن كان واضح أو إصلاحي طويل الأمد، وهذا كله بسبب غياب برنامجهم الانتخابي، لأنه ما عندهم. هاي من 2003 لليوم، انطوني برنامج انتخابي واحد صح، أو برنامج انتخابي واحد موجود، أو شيء تحقق، كل شيء ماكو، بس وعود وكاذبة. المراقبين يشوفون أنه شح البرامج الانتخابية دفع الكتل السياسية أنه تستعير شعارات ترويجية لنفسها اللي رددتها خلال الانتخابات الماضية، ويعتقدون المراقبين أنه الدعاية الانتخابية القائمة للقوائم المتنافسة هاي المرة صارت محصورة بالقواعد المؤدلجة اللي تتبع إلى أحزاب وما موجهة إلى الرأي العام العراقي. وأضافوا أن الكتل السياسية دا تلجأ إلى مصطلح المرشح المستقل بشكل أوسع خلال الدعاية الانتخابية، في محاولة يائسة أن يستميلون الجمهور الناقم على الأحزاب التقليدية حتى بلكت يصوت لهم. وبسبب عدم امتلاكهم هاي الكتل إلى برامج انتخابية، صار استغلال عواطف الناس وحاجتهم والشغل الشاغل لهواية من المرشحين، منهم من استغل نفوذه إصدار رواتب رعاية اجتماعية لهذا الفقير أو لهاي السيدة المتعففة مقابل أن يروج النفس والحملته، وكأنه الأخ يهتم إلى الفقراء والطبقة المتعففة. هذا اللي صار بالفعل ويا أحد عناصر ميليشيا كتائب الإمام علي. تعالوا نشوف. صباح الخير، اليوم وفينا بعهدنا ويا أخويا وحبيبي طرب موسى بن جعفر، وأدينا له الواجب إن شاء الله الصحة والسلامة لكل إخواننا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل موفقين. تستاهل. رحم الله وجهك. شلونك اليوم؟ والله الحمد لله مرتاح، فرحت يتيم. تسلم. وأنا ممنون أنا لأبو سارة. تأمر. هذا حبيب قلبي أبو سارة، ما أنسى مدى الحمر. تأمر. الحد ما أموت. تأمر. تأمر. أبو سارة الله يساعدك، اللهم ربي يوفقك، اللهم ربي يفرحك مثل ما فرحتنا. سنين ومنين مواليد أنا 65، عمري 60 سنة ما ماخذة من أي حكومة 100,000. الله وأنت والسوداني بحق محمد وآل بيت محمد يديم علينا ويحفظكم إنا ويخليكم. اشكر الاخ ابو سارة الربيعي رحم الله والديه، بعد معاناه سنه ونص رجال قاعد يجار ثلاث جهات، الحمد لله والشكر رجال ابو ساره يدرعك في كيكارت، والف رحمه على والديه ورب يوفقه ان شاء الله جاه الزهره. بس اريد اقول لهم للناس اللي ضموها للكيكارت، ضموها، وعيب عليك عيني ابو ساره الربيعي، اذا انت مهتم للفقير صدق مو تروح تساعده تعال مساعدتك معامله، تعال أنا اليوم طلعت معاملة لهذا، شوفوا طلعت له معاملة وتروح تروج بها لأم العالم. واحد بيكم طالع واقف له على سجادة بصب غزالة وده يصلي، هم قال عندي غزالة وهم قال أنا واقف على سجادة وصلي، المن قاعد يشوف الناس وده يصلي ما أدري. الثاني صور ويا الناس أنا دار وجهكم معاملات، اللوخ تصور ويا الناس أنت طلع اسمك بالرواتب، طلع تعيينك. بابا إذا أنتوا تهتمون للفقير بطلوهن، والله عيب. إذا أنت تهتم للفقير عيني أبو سارة ربيعي، أريدك تطب إلى دوائر الرعاية الاجتماعية، أكو بها آلاف ومئات الآلاف من الطلبات، روح مشيهم كلهن يلا. أكو ناس اتصلت ببرنامج صوتكم وهي تعاني سنين بسبب أنه الرعاية الاجتماعية ما تمشي لهم معاملة، روح مشيها يلا. إذا أنتوا تفكرون بالفقير روحوا طبوا للسجون وشوفوا الأبرياء اللي بيها وطلعوهم لأهلهم. إذا أنتوا تهتمون بالفقير روحوا شوفوا اللي قاعد تجاوز وليش قاعد تجاوز وحلوا قضية التجاوز وطيهم تعويض أو طيهم مكان يرحون به حتى يعيشون. إذا أنتوا مهتمين الحال المواطن العراقي روحوا للمهجرين والنازحين ورجعوهم، روحوا اللي تفلشت بيوتهم وشوارعهم ومصالحهم وأرزاقهم وعوضوهم وقولوا لهم رجعوا لمكانكم. إذا أنتم مهتمين
وما يحتاج، ما يحتاج هذا الرياء اللي كل شوية طال عنا واحد مصور يا واحد وهسه صار حبيبك وتبوس بيه وقدام العالم وانت مطلع له بطاقة كي كارد راتبها ما يوصل 100 دولار. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود أنا من فيسبوك أبو علي طاهر: مع الأسف صار راتب الرعاية إنجاز ودعاية انتخابية للأحزاب الفاسدة، يعني ماكو وزارة ولا حكومة تهتم بهذه الشريحة وهذه المساومات بعلم وزير الرعاية الفاشل اللي ما يحرك ساكن في ظل كسب المواطن من أجل الانتخابات. حيدر سعيد: خوش لقولهم لقوة يضحكون بها على الناس الفقرة. وعلي دراجي: أستغفر الله العظيم، هذا ضحك على الناس الفقراء، الله لا يوفقكم دنيا وآخرة. وخالدة الجابري تقول: ليش هم هم أكو واحد بعد براس عقل ويروح ينتخب؟ كان هذا تعليق الناس على قضية استغلال السياسيين إلى مشاعر وهموم الناس في سبيل أن يروجون نفسهم. والبارحة طلعنا استغلال السياسيين للمحافل الرياضية. أبو علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ رفيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والمخرج وكافة القناة. حياك الله أخوي. أستاذ رفيق هو يعني معروفين طوله يعني في انتخابات كلاوات والله العظيم هاي كل من حمد خالك أكو وحدة من المحافظات يقول يسولف لعليها ابن أخوي يقول إحنا انتخبنا ما شنو هذا فرادوا منها فتشي قال ما ولا كأنما تعرفهم ولا كأنما يعني هيت ولا كأنما هي هم اللي وصلوها وجابوها. فلا الخلل من المواطن، المواطن هو السبب. أول ما يضحكون عليهم يقولون يا بتعالوا ننطيكم وكذا وما أدري شنو بعدين ماكو شيء رأسا يصفوهم ولا كأنما. فهاي سمعنا من إتاعة القوانا مال دولة هاي مال الانتخابات شنو انتخابوا كل من عمك خالك هسه حتى دول اللي راح ينتخبوهم كلهم قرايبهم وجماعاتهم المستفادين من عندهم صدق والله العظيم. ترى الفقير ما يروح بس دول بجماعتهم يعني هم اللي قريبين عليهم يروحوا لهم. نعم. اي والله فهي شغله يا استاذ رفيق والله احنا ملينا ويعني شو نسوي نشكر الله يعني. نعم. وانا اشكرك استاذ رفيق. شكرا شكرا لك ابو علاوي. عندنا همين ابو علي بس من محافظه القادسيه من الديوانيه. حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم حياك حيا حيلك. عليكم السلام ورحمه والاكرام تحيه والدوم. هم لين تذكروا الفقير غير بوقت الانتخابات يدون يصعدون براسه هاي الميتين بتطلنا ياها بتطلنا صحة بها بتطلنا تعليم بتطلنا كهرباء ما يمارد المياه من عندكم ما ندعى عليها لا تطلكم 100,000 وتاخذون ضرائب من المواطن 400-500 بالشهر وهذا الله يرضاها عباده يرضاها لأن أنتم فشلتوا وأصبحت الناس ساب الجنوب الله وكلك ما مرغوبين حتى صورهم ما مرغوبة جمج أشوف اللي يسوي المؤتمرات حتى ما حد يجي بيها بس الشيوخ هاي تدور دراها تدور دلانية نحن الحمد لله والشكر لله احنا الشيوخ ولا عندنا مناصب ولا هم نفيدهم ويفيدونا بعد هاي قطنش الأوام ندركم الطبقة الفقيرة بالديوانية ما تماشيكم بعد لأن طلعت وغشاشة وكذابة وهذا على أرض الواقع موجود ما أتهمكم أنا باطل وما يحدث بالبصرة بين العصائب والتيار لولا يردونهم المجال يطبون به يسوونهم كلبة بالعراق وش استفاد من وراكم الجنوب نعم بتقول شو استفاد من وراكم لا ما عندنا لا صح عندنا الزراعة انتهت احتياطية زراعة عندنا ماكو اسمعوا يا تقولوا المجاهدين انتم مو مجاهدين انتم مخربين انتم تدعوا للامام المهدي الامام المهدي الحرام والبايك ما يجي انتم براء حتى الاسلام من عندكم انتم لعبتوا بينا لعب بالديوانيه نعم خلينا نتغاز ماكو بالديوانيه نعم تخذتونا شغله اخذتوها انتم والشيوخ مالتكم نعم بس الديوانيه الشعب الديوانيه لا يفتهم ترى يظل 4 سنوات تحت دوله سلطه اللا شرعية نعم الان انتخبتهم الزبائل هاي نعم شكرا شكرا لك ابو علي. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. استاذ اهل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للانتخابات اللي راح يصدعون رؤوس العالم بيها يعني نعم. احنا قبل الانتخابات السابقه
كلها ما حد استفاد من عندهم فتشي من ناحية الخدمات ومن ناحية الوعود اللي وعدهم جماهيرهم انهم راح يوفون بيها. الكل اللي دخل المجالس المحافظات ودخلهم الى قبة البرلمان كلهم فاسدين وعدهم كذب بالموضوع وجايين مو لخدمة العراق بل جايين لخدمة انفسهم وتغيير الحالة الاجتماعية الحالة المادية لهم يعني. يعني نعم. مثلا اللي قبل كل شيء ما كان عنده يطب المجلس المحافظة وبرلمان ويصير ملياردير براس الناس الفقراء. احنا بأيام الميزانيات اللي قوية الميت مليار وكسر ما قدمهم اي خدمات للشعب العراقي. النوب هسه والأزمة وشحة الدولار والميزانية معطلة ايش راح تسوون؟ ما راح يفرقون عن سابقات الانتخابات ابدا. وكل الوجوه هي نفسها شلون دوار يعني دوار هذا هيك جاي اللي يرشح حتى قام يرشحون ابنائهم وابناء عمومتهم المقربين في سبيل من ضمن شبكة السرقة والفساد. يعني ما استفادينا كل شيء احنا كمواطنين عراقيين ما خدمهم المواطن العراقي لا مجمعات سكنية ولا نهضم بوزارة التعليم ولا بالتعليم العالي ولا نهضم في وزارة الزراعة ما نجحهم بأي وزارة بحيث ذول واحد يعتمد عليهم. الخلل مو بس عليهم انهم فاسدين وحرامية الخلل ايضا بينا احنا كعراقيين ننتخب هيك حثالات. يعني قبلهم ما سوونا شيء اذا هذا راح يجي هسه شي يسوي وتعرف الحيز الاكبر للبناء هي مجالس المحافظات والمحافظ. لان البرلمانيين يقول لك انا عبرت مرحله لكن المحافظ ومجلس المحافظه هم اللي يقيمون المشاريع وهم اللي ينفذوها. زين هذول هم سبب تعطيل العراق من كل شيء من ناحيه دعم الزراعه الكهرباء الامور كلهم هم السبب الرئيسي بهذه المواضيع. الملفات والخدمات المعطله فاحنا نريد نفس الحاله نعيدها ونجربها ويروح ينتخبون فئه جديده من حراميه شباب يدخلون الى مجالس المحافظات في سبيل يسرقونه. يعني احنا ملينا كافي لا انتخبهم ولا اروح للانتخابات. شكرا لك اخ صباح. الاخ صباح قال ذول اللي جوي من 2003 اليوم فشلوا في وحده من ذكرهن التعليم. خلونا نحكي عن التعليم بهذا الملف. طلبه جامعيين اتهموا وزاره التعليم العالي انه هي استحوذت على مقاعد الدراسات العليا وخصصتها الى غير مستحقيها ممن منو سمعوا اللي ترقنت قيودهم او اللي فشلوا بالدراسه وبذراع مختلفة كأن يكونوا من أقرباء الشهداء أو من عند سجين سياسي أو من ضحايا ما يعرف بالإرهاب. بهالسياق نظموا العديد من الطلاب اللي أكدوا سرقة المقاعد المخصصة لهم تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد طالبوا الوزارة أن تنطيهم حقهم وما تصادر من عدهم لأنهم أصحاب حق. وهذه هي التظاهرة للحقوق. نعم نعم للإشغال. نعم نعم للإشغال. نعم نعم للإشغال. نعم نعم للتوسعة. نعم نعم للتوسعة. نعم نعم للتوسعة. عيني نعيم العبودي وزير التعليم العالي بس أريد أقول لك شغلة واحدة. التعليم مو مزاج. شهداء أكرم منا جميعا نعم بس مو معناتها إذا عندهم واحد فاشل دراسيا تطي مقعد دراسات عليا. أكو قوانين دولية للتعليم. أكو 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 شيء خط لازم تمشي عليه. مثل ما أكو هيكلية بالدوائر الرسمية مثل ما أكو هيكلية للدولة مثل ما أنت تقول أني وزير وأكو مدراء عامين جواية أكو هيكلية للدراسات يدرس ويتخرج ولازم جايب درجة لا بأس بيها. في بعض الجامعات ما تقبل أقل من جيد جدا وفي بعض الجامعات ما تقبلها أصلا الجيد جدا الدور ممتاز وفوق
وهاي الجامعات اللي 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 عليها العين بالعالم ومعروفة كم وحدة بالعالم، واللي كانت جامعة بغداد من عندهن. فأنت مال تجيب لي واحد والله هو ضحية أو هو عنده سجين أو هو عنده بعائلته شهيد وهو مترقن قيده وتطي دراسات عليا، هذا شو طلعة؟ تطي واحد مدارس أو فشل بالدراسة الجامعية وتطي دراسات عليا وتطي ماجستير ودكتوراه، شو طلعة؟ واللي دارس والتعبان تسحب حقه من جوا إيده وده يقول لك أنا أريد حقي ما أريد شيء. بس أرد أسأل سؤال للمشاهدين، هاي التظاهرة اللي شفتوها اللي هنا شخص قاعد لازم الطبل ويدق وكلا كلا للتهميش، نعم نعم للحقوق، شفتوا بيهم واحد مسلح؟ شفتوا بيهم واحد ساد الشارع؟ شفتوا بيهم واحد تجاوز؟ حتى شفت القوات الأمنية واقفة بصفهم. شفتوا بيهم واحد سب غلط شتم تجاوز على ميليشيا على حزب؟ أبد. لكن قبل ما أطلع الفيديو، اتهموا نعيب العبودي اللي ينتمي إلى ميليشيا العصائب بتكريس سياسة التزوير ورا ما نال شهادته بوفق إلى هذا المبدأ. وتتحدث أوساط أكاديمية مثل ما تعرفون أنه الجامعة الإسلامية في لبنان اللي نطت العبودي وعدد من الشخصيات البارزة بحكومة الإطار التنسيقي خصوصاً رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الشهادة، هي تعتبر الحلقة الأبرز في فضيحة تزوير شهادات علمية كشفت عنها مواقع إلكترونية لبنانية تشرين الثاني عام 2021. العبودي القيادي بميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي يقر باتباع ولاية الفقيه الإيرانية لخامنئي، وسبق إن قال هذا بفم الآن بتصريح تلفزيوني، نؤمن بولاية الفقيه وبالنسبة لنا احنا ما نؤمن به، والعمود الفقري لنا ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه، يعني انه احنا نؤمن بولاية الفقيه. ولانه العبودي ينحدر من ميليشيات ما تعرف سوى لغة العنف، اللي صار ويا ذول السلميين بالتظاهرة هو العنف، الاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب ورا ما وجه نعيم العبودي احد قيادي ميليشيا العصائب بنفسه، مثل ما قالوا المشاركين بالتظاهرة بوقت كانت به تظاهرة الطلاب سلمية مثل ما شفتوا قبل شوية. خلونا نشوف اللي صار وياهم. تظاهرة طلاب الدراسات العليا حالياً اعتداء على الطلاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي الاعتداءات اعتداء على طلاب الدراسات العليا، وأخذوه 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 غصماً ما على الكل. عيني نعيم العبودي، أنت ومحمد الشيعي السوداني وقيس الخزعلي وكل من الدينونة بالولاء، بس أريد أقول لكم شغلة واحدة، اللي دي يسووه ما دي يدمر العراق بال2023، اللي دي يسووه أنتو دي يدمر العراق بال2053 وال2063، لأنه هاي الوزارة اللي هذا سياجها وزارة التعليم العالي واللي بصفها مبنى وزارة التربية هي مبنيين توأم، هي أهم لبنة لبناء المستقبل. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أحمد القريشي: حسبنا الله ونعم الوكيل على وزير التعليم، يجب محاسبة وزارة التعليم، أين الدولة من هكذا أفعال؟ نونة البيولوجية تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الطالب العراقي هيك يتعامل لأني طالب بأبسط حقوقه. ونورة علي تقول: بأي حق هالتصرفات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، عافية بلد ما بي سياسي شريف يتبنى القصة ويدافع عن هالناس، هالصور اللي ملت الشوارع أو هالصور اللي ملت الشوارع لو بيهم واحد بس ينطي كم دقيقة من وقته ويصلح حال كامل. ورواق ستار تقول: ليش يا وزير التعليم لو أنت مالك علاقة بالتعليم شهادتك غير معترف بيها الناس تتظاهر بسلمية وما لازمين سلاح، شلون تقبل بهاي الهمجية يتعاملون ويا ناس مثقفين
ويطالبون بحق مشروع. بالنسبة إلى التعليم، الاهتمام بالتعليم في كل بلدان العالم هي أهمية، وكل بلد، أي بلد من البلدان النامية لما بلش يفكر يصعد ويصعد، وأي بلد متطور لما كان بلد نامي، أول ما فكر به التعليم، فكر بالمدارس، فكر بالمعلمين، فكر بالمناهج، فكر بالوسائل، فكر براحة التلميذ، براحة الأستاذ، فكر بعلمية المنهج حتى يأسس إلى تعليم ثابت. وإذا تردون تقارنون، روحوا جيبوا بالألف وتسعمائة وعشرين صورة إلى أي مدرسة، مدرسة ما أقول جامعات وغيرها، مدرسة في زمن الملكية، وقارنوها في صور أي مدرسة في زمن الديمقراطية. في زمن الملكية، زمن الدولة العراقية الحديثة الوليدة اللي كانت توها طالعها، وزمن الديمقراطية اللي عمرها تعرفون إيش قد. روحوا شوفوا الحال شلون كان وشلون صار، روحوا شوفوا هيبة المعلم شلون كانت وشلون صارت، روحوا شوفوا راحة التلميذ شلون كانت وشلون صارت، روحوا شوفوا مجانية التعليم اللي كان العراقي ما يفكر ابنه شي يدرس وش يكمل وشنو التخصص ويطب كلية وما يدفع فلس. مجانية التعليم كانت بالعراق لحد ما يتخرج من الكلية، حتى الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى وظيفته إن كان هو موظف، كان طالب الماجستير والدكتوراه يأخذ راتب من الوزارة لكونه طالب دراسات عليا ويحاول يطور من نفسه، لأنه هذا الشخص راح يساهم في بناء المستقبل. أما مجانية التعليم اليوم بالعراق وينها عيني؟ دمرتوا المدارس الحكومية اللي هي بلا فلوس، ورحتوا عمرتوا المدارس الأهلية، واللي أكو فيديوهات طلعت بهالبرنامج تقول يقبضون بالدولار. أبو عثمان من الدنمارك، حياك الله. أنا حبيبي، شلون صحتك؟ هلا بيك الغالي. أدي بس مشاركة إذا تسمح بالأزحمة. أنت تفضل أخوي، تعال الهوى. إيه أشكرك. بالنسبة للي هاي الزمرة اللي تحكم اليوم العراق، هذه المجموعة اللي من الخونة، على خلطة خونة، على عملاء، على جهلة، على لصوص، يعني رجعوا العراق إلى ما قبل عصر الحجري. يعني وين نحكي؟ نحكي على التعليم، التعليم فاشل 100%. نعم. على الطب فاشل 100%. نعم. المحسوبية، يعني كل مجالات الحياة إذا تنظر لها بالعراق، يعني والله العظيم من نظر إحنا برا وننظر على العراق، يعني نخجل يا أخي، نخجل الحال وصل به العراق. وين كنا وين صرنا؟ زين، جوي ناس جهلة متخلفين دمروا البلد، يعني رجعوا إلى أسفل السافلين، حش العراق، يعني مع الأسف هم دول اللي اليوم يمثلون العراق. نعم. إيه. نعم. شكراً. إيه. شكراً لك أبو عثمان. شكراً. دائماً ينصدم المتقدم على التعيينات إنه فجأةً يلقى فايلات التقديم، عذراً من الكلمة، ما راح أقول نفايات، بالزبالة، مرمية على جانب الطريق بالقرب من هاي الدائرة أو ديتش. ومشهد العثور على عشرات الآلاف من التعيينات بالبصرة سنة 2018 لامتصاص الغضب الشعبي خلال التظاهرات هو واحد من المشاهد اللي بعدها عالقة في ذاكرة العراقيين. من أحدث هاي المشاهد اللي صار ويا معاملات المتقدمين على التعيين ضمن الدرجات الوظيفية اللي أعلنت عنها محافظة ذي قار مؤخراً، بمشهد يبين لكم حجم الاستخفاف بآمال الشباب العراقي. خلونا نشوف. هذا مركز تدريب المهني، مركز تدريب المهني بدعش عفوا المعاملات والشرداء داهم للثنتين. شمروا علينا المركز، شمرونا راح معاملات مال عالم ناس خلت الشرداء. شوف وين محمد هادي مركز مقام للثنتين الدوام العالم مقطعي تقديم الكتروني قشمر بعد يدوي. شمروا المعاملات والشرداء. وانا سيد منير راح يجي واحد ويقول يا أبا دائرة واحدة من دوائر البلد. المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حالهم حال المتقدمين على الوظائف بذي قار. هنا جماعة من الرعاية الاجتماعية حالهم ما يختلف عن الوظائف، لأنه هذا الشخص اللي هو فقير واللي ما عنده وظيفة واللي ما عنده كل شيء، وفجأة يقدم على وظيفة ويريد يحصل راتب رعاية اجتماعية عينه.
لكن فجأة يلقى أن الرواتب مالته أو المعاملات مالته وين مشمورة؟ همينا بالنفايات، تعالوا نشوف. هاي المعاملات مال قطع أراضي، هذول قدموا على قطع أراضي. أبو علي صور هاي معاملة احنا ودينا للأستاذ عدي. حسين قبل أمس. هاي شباب دوروا دوروا. هاي السودان شوف. هذا قطعة ابو حرق وين حتى يضيع؟ هذا السوداني قطعة ركن هاي الشغل معاملات ذاتية. يلا قلبوا الحائط قلبوها وتقول معاملات ذاتية بالحائط. والله شوف هذا المعاملات كلهم بالحائط. هاي الحائط مالت الجبال. تلاحظون حالة الاستخفاف بالشعب العراقي؟ هذا هو. ذول الأحزاب والكتل السياسية اللي هسه دا يرشحون إلى مجالس المحافظات، ذول اللي دا يركضون ورا الناس، تعال انتخبني الله يخليك، أنا أعطيك راتب رعاية اجتماعية، والثاني يقول له أنا أعطيك وظيفة، والثالث يقول له أنا أعطيك شغل، والثالث يقول له أسلم لك راتب، والرابع يقول له أقدم لك ما أعرف شنو، والثاني يقول له أبني لك بيت، دا يركض ورا ركض. وهذا حال السياسي بالعراق وراء 2003. أي حزب وأي كتلة وأي سياسي يعتبر نفسه سياسي وهو مو سياسي. من 2003 لليوم انتخابات مجالس محافظات هاي من الثانية مدري الثالثة اللي راح تصير وانتخابات البرلمان جقد 5-6 وقت الانتخابات يركضون ورا المواطن ركض. عمي الله يخليك صوت لي أصبغ لك شارع والله، صوت لي أجيب لك كهرباء، أشد لك مولدة والله، أغسل لك المدرسة، أنظف أسوي أحط أجيب أعب الطريق أبلط أسوي رصيف أجيب لك خدمات أوصل لك مي أوصل لك كهرباء كل شيء تريد أنا أسوي لك بس انتخبني. طب الأخ للبرلمان ولا عبالك، يذكرني بسعي صالح بمسرحية العيال كبرت، ناس لما شافوا هاي الفيديوهات علقوا علي أحمد يقول عمي الحكومة تضحك على الناس، أنا عندي رقم وتاريخ وكتاب رسمي من نقابة الفنانين على قطعة أرض وصار 5 سنوات وكلها كذب. رواء غالب تقول كنت أشوف الناس تستنسخ وتقدم، والله خطيئة. ليث الجحيشي قبل الانتخابات معاملة المواطن تنذب الحاوية، بعد الانتخابات الله أعلم المواطن وين ينذب. رياض الجبوري أنتم درجة أخيرة بهذا المجتمع، لو أنتم مسؤولين لكان لكم حصة الأسد، أنتم أول المضحين وآخر المستفادين، هذه هي المعادلة بهذا البلد. هذا اللي دا يصير في العراق اليوم. تلاحظون السياسيين يركضون لعبات كرة قدم، صور بالشوارع، ويركضون على الرعاية الاجتماعية مثل أبو سارة ربيعي، بس في سبيل أنه الله يخليك تعال انتخبني، أبو سيدك تعال انتخبني، أبو سيدك تعال اعطيني صوتك. بالمقابل بنفس الفترة اللي هم يركضون وراء المواطن، أين أبو سارة ربيعي؟ أكو فيديوهات بذي قار، ناس مقدمة على الرعاية الاجتماعية، معاملاتهم بالزبل، بلا زحمة سيارتك كش كم ساعة وطب المحافظة ذي قار، وروح شوف إن هاي المعاملات من الذبها وليش انذبت. عيني المرشح السياسي اللي توعد الناس بالعمل أو بالوظيفة، همين بذي قار أكو وظائف مشمورة بالزبل، روحوا شوفوها. بس بالمقابل أرد أوجه لكم رسالة واحدة بس، لو من 2003 لليوم أنتم مشتغلين صح والبلد ما خربان ومتعمر، وظائف تمشي والتقاعد يمشي والحياة ماشية ومسيطرين على الحياة بصورة صحيحة وطبيعية، إنه يعني من يعني أكو مشروع صحيح لبناء بلد، تتوقعون راح تركضون وراء الناخب حتى ينتخبكم؟ لو هو راح يركض وراكم حتى يبقيكم حتى تكملون شغلكم؟ فيا ترى هاي المعادلة بأدمغتكم ليش ضايعة؟ تتعالى الأصوات اليوم ضد الحرب الهمجية اللي يشنها الكيان الصهيوني ضد قطاع سكان غزة في فلسطين في كل العالم الحر، ورا ما تصدرت صور أشلاء الأطفال وسائل الإعلام، وما يخلو محفل أدبي أو سياسي أو اجتماعي أو شعبي من صوت يندد بهاي الممارسات وجرائم الحرب. خلونا نشوف سوريا، الهجوم اللاذع اللي شن المفكر الأمريكي كورنيل ويست على حكومة بلاده، دعمها للاحتلال الصهيوني وتنديده بالمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
بهذا الانفوجرافيك اللي عدى قسم التواصل في قناة الرافدين. We stand in solidarity with anybody who's occupied, anybody who's subjugated, anybody who's exploited, and that's why we focus on Gaza at this moment, because a genocidal attack is taking place. Yeah. 10,000 dead and 4,000 precious children. And don't let anybody tell you that because you love Palestinians and Palestinian babies that you hate somebody else. It just doesn't follow. We loathe, we hate a vicious Israeli occupation. We loathe and we hate a vicious siege against Gaza. And the least we can do at this moment of overwhelming barbarity is have a ceasefire. And yet you got these cowards in Washington, D.C. talking about a humanitarian pause. Please get off the crack pipe. Wake up. See the humanity of precious Palestinian brothers and sisters. And the American Empire has the nerve in this building to veto a humanitarian pause with our precious Palestinian brothers and sisters being bombed. What kind of country are we? What kind of people are we? Cornel West يقول, what kind of country are we? نحن أي بلد؟ تسمح لي أجاوبك أستاذ كورنيل؟ أنتم بلد موغل في الجرائم الإنسانية. أنتم بلد مليء بالصفاقة اللي أنت وصفتها موجودة في سياسي واشنطن. أنتم بلد دمرتم بلدان. ما راح أحكي عن بلدان البقية، راح أحكي عن بلدي. أنتم بلد روجتم إلى حرب على العراق بأكاذيب. أنتم أو حكومتك وحكومة المملكة المتحدة اللي كان يقودها توني بلير في تلك الفترة وحكومة جورج بوش الابن، وجيت ودمرت بلد على أكاذيب ومجازر صارت بالبلد وملايين الناس، ملايين الأيتام، ملايين الأرامل، والمجازر إلى اليوم ترتكب، مو بس مجازر بحق البشر، مجازر بحق بلد وتأريخ وإرث بلد. كل هاي حكومة واشنطن أسست لها. فلما تحجون عن الإنسانية في غزة اذكروا صحيح فعلا شنو عن إنسانية هاي البلدان. والإسلاموفوبيا اللي أنتم عايشين بها بطلوها، لأنه دورولي بلد مسلم شن هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية أو على بريطانيا أو على فرنسا، ما تلقوها، بينما هجومكم مستمر علينا. وقال الإسلام وحكى الإسلام. تفاعلوا مدونين على منصة إكس على وسم قاطع عدوك حتى يأكدون على أهمية مقاطعة الشركات اللي تدعم الكيان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية ضد الأبرياء بقطاع غزة المحاصر من عقدين تقريباً. ويذكر أن الكثير من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية من بينها هيئة علماء المسلمين بالعراق دعوا إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان ولكيان الاحتلال الصهيوني، وأكدوا أن هذا الخيار يعتبر واحد من إحدى وسائل الجهاد. وحثت هاي الهيئات والمؤسسات العلمائية أنه يجب استنهاض الأمة لتبني مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني للإضرار بمصالح المعتدين حتى يوقفون عدوانهم على إخواننا. وداعين القنوات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبني الدعوة لحملة المقاطعة الشعبية وتنسيق الجهود بالدول الإسلامية كافة ومشاركة فعاليات المقاطعة بكل وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت المؤسسات الشعوب المسلمة أن يتخذون موقف حازم الآن للدفاع عن إخوانهم المسلمين في قطاع غزة وفلسطين بمقاطعة المنتجات الداعمة للعدو حتى ما يكون أكو تمادي بالعدوان واستخفاف بالمسلمين.
فراح جبنا لكم بعض التغريدات على هاشتاغ قاطع عدوك. ياسمين جودة تقول معا لمقاطعة المنتجات المغمسة بدم إخواننا في غزة. عبد الحق المقاطعة قوة وشجاعة، فلا تبخس هذا العمل البطولي لإضعاف العدو. أحلام المزروعي، عائدات هذه السلع ستتحول إلى معدات وقنابل فسفورية. والدكتورة مريم عبد الله، المقاطعة سلاحهم بيد الجميع، فلنستخدم هذا السلاح. كانت هذه المنشورة أو هذه التغريدة وقبلها وغيرها الكثير على هاشتاغ قاطع عدوك الذي تصدر اليوم الترند العراق. وبالأمس العراق والعالم العربي والمسلم، بالأمس أيضا طلعنا هاشتاغ اللي هو وقف أو مع وقف تصدير النفط العربي، والحالتين اللي هي مقاطعة المنتجات ووقف تصدير النفط العربي استخدمت فيما سبق وأثبتت فعاليتها. لكن بالإضافة إلى المقاطعة يجب أن نكون قلبا وقالبا مع هذه المقاطعة، لأنه مع الأسف الكثير والكثير من الشركات اللي موجودة اليوم في بلداننا المسلمة نكتشف بعد فترة من الزمن أنه الهيد أو الهيد طولة موجودة في الكيان الصهيوني أو تدعم هذه الشركة وديج، وكل هذه الشركات تدعم الكيان الصهيوني بالضد من إخواننا اللي هم أصحاب الحق بالأرض. وحتى شركات الملابس، أكو بعض شركات الملابس اللي موجودة في أوروبا تقول أنا أحول سنت من كل قطعة ملابس، من ضمنها ماركة مارك سبنسر، سنت من كل قطعة ملابس إلى جيش الكيان الصهيوني. يعني مباشرة دي يقول لك أنا هذا السنت تأخذه منك وينضربون به الفلسطينيين. فقاطعوا. هذا كل ما موجود يانا يعني بحلقة صوتكم. أما الرسائل، عند رسالة متابعكم من سوريا، الله محيي العراق وشعبه ويبعد عنكم كل المشاكل، حياك الله أخوي العزيز. ورسالة أخرى تقول حياكم الله، أنا متابعكم أيضا من سوريا، نتمنى أن يرجع العراق كما كان سابقا. شكرا جزيلا لك أخونا العزيز. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يانا يعني بحلقة صوتكم لهذا المساء. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، نفس الموعد باكر، مواضيع ثانية. في أمان الله.